معانا على التليفون لاعبه المنتخب المصري للخماسي الحديث ملك اسماعيل اللي اتاهلت لاولمبياد باريس 2024. يا ملك صباح الخير عليكي واهلا وسهلا بيكي. صباح النور. انت معانا من تركيا، انت في معسكر ولا بتعملي ايه؟ قولي لنا. لا بطوله كمان يومين ان شاء الله. بالتوفيق. بتنافسي على ايه؟ متوقعه ايه؟ مستنيه ايه؟ قولي لنا كل التفاصيل. يعني كاس العالم للخماسي الحديث. يعني انا الحمد لله جبت ميداليتين في الشهر اللي فات في كاس العالم، فدي نهائي كاس العالم ان شاء الله، يعني متوقعه حاجه كويسه ان شاء الله. طيب بالنسبه لاولمبياد باريس 2024 هتستعدي ازاي؟ يعني اكيد في شكل معين بيختلف عن اي بطوله، لان دي بطوله يعني بيشارك فيها العالم كله، وكل دوله يعني بتستعد بكل امكانياتها. قولي لي يعني مستعده بايه تحديدا؟ او الخماس الحديث. واحنا ان شاء الله كلنا اخر بطولتين قبل الاولمبياد، نهائي كاس العالم للتركيه، وبعد كده بطوله العالم في الصين، وبعد كده ان شاء الله بقى نعمل المعسكر بتاعنا قبل الاولمبياد، بنروح الاولمبياد ان شاء الله جاهزين يعني. اكيد ملك، اعتقد ان واحد من الحاجات المهمه جدا في الاستعداد لاي بطوله هو الاحتكاك، واهو انت موجوده دلوقتي في بطوله العالم. واكيد اتفضلي. فعلا هي دي حقيقه، يعني هو حتى المعسكر برضه هو بيبقى نوعا ما احتكاك، ان كان معسكر داخلي او معسكر خارجي، فاهم حاجه الاحتكاك والنظام وان وقتي كله يبقى متظبط، ما بقاش مثلا مش بنام كويس مش باكل كويس، يبقى كل حاجه متظبطه، هي دي اهم حاجه. فكره الاحتكاك بالذات في البطولات وفرق الخبرات وتبادلها، يعني لما بتبقي عارفه اللاعبين، عارفه الستايل بتاع اللعب بتاعهم، عارفه كل واحد ارقامه عامله ازاي، فانت تبقي حاطه في مخك ارقام، اعتقد ده بيفرق كتير جدا في المنافسه. يعني هو حقيقي الافضل ان كل واحد يركز في نفسه، يعني ان مش تشتت نفسك بنتيجه الناس الثانيه اللي هي ارقامها ايه او كده، هي بس السلاح هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تبقى بتركز فيها مع الناس الثانيه، عشان انت يعني المنافسه تبقى ما بينك انت وهي، يعني واحد لواحد، هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تركز فيها مع الناس الثانيه. المكافآت والحوافز بالنسبه للبطل الاولمبي، ناس كتير بتتكلم ان هي زادت، طمنينا على النقطه دي، لان دي كانت يمكن يعني نقطة خلافية شفناها في بطولات كتير. والله الحمد لله احنا عندنا يعني دعم كويس. يعني ان شاء الله بقى بعد الاولمبياد نبقى نشوف الدعم الاولمبي. اكيد بالتوفيق. احنا بنشكرك يا ملك وبنتمنى لك التوفيق ان شاء الله، وتكوني بتحققي مركز متقدم اللي انت عايزاه. كل الشكر ليكي ملك اسماعيل لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث، شكرا جزيلا ليكي.